خليفة بافاروتي. عيطولي لشاب الدعايات مع كيبل فيجن، وفر 50% هلأ. ايه 50%، وبدل ال 132 دولار دفع 66 دولار بس، واستفيد من تركيب فري ريسيفر واشتراك شهري بأو اس ان بين وكل شي في محطات. لتعرف أكثر اتصل هلأ على 01-594-533 أو زورنا على cablevision.com.lb. العرض محدود. تزداد المواجهة احتداما من الخليج، حيث التهديدات المتبادلة بين السعودية والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى بلغت الذروة إلى لبنان، حيث تداعيات الدرون الإسرائيلية على الضاحية تكتب فصلا جديدا من الرد. أكد في خلاله وزير الدفاع الياس بوصعب على أن هذا الاعتداء هو خرق للقرار 1701، كاشفا من جهة أخرى عن امتلاك الجيش طائرات مسيرة لضبط الحدود. كذلك تزداد مؤشرات الأزمة الاقتصادية والمالية حدة في غمرة مناقشة الموازنة 2020، فيما تتجه الأنظار غدا إلى باريس، حيث يعقد رئيس الحكومة سعد الحريري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل مفترقا هاما في مسيرة السد. في هذه الأجواء يفتح فصل الحريات الإعلامية مجددا في لبنان، بعدما تصاعدت وتيرة الاستهدافات لها تارة من خلال عمليات قمع وطورا من خلال استدعاء ناشطين، إلا أنها ارتدت اليوم وجها جديدا شكل سابقة في تاريخ الجامعة اللبنانية وتاريخ الصحافة اللبنانية، في ضوء الطلب الذي تقدم به رئيس الجامعة فؤاد أيوب إلى القضاء بإلزام نحو 49 وسيلة إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة بحذف كل ما كتب عنه. ولأن للحرية قدسية لا تمس، ولأن لبنان لا يتنفس إلا حرية، جاء رد وسائل الإعلام المعنية مجتمعة بنفس الحرية ذاتها دعما للحريات الإعلامية. تتجمع في الأفق اللبناني المزيد من المؤشرات التصعيدية على خط العقوبات، تمثلت في رفض الولايات المتحدة أعطاء تأشيرة لوزير الصحة جميل جبق للمشاركة مع الوفد الرئاسي في أعمال الجمعية العمومية، وترافق ذلك مع تجديد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو التأكيد على الاستمرار بفرض العقوبات على إيران لوقف دعمها لحزب الله. وزير الدفاع أعلن نتائج تحقيقات الجيش اللبناني بمسيرة الضاحية الجنوبية، مؤكدا أنها كانت تحمل صندوقا من المتفجرات وهدفها لم يكن التصوير وإنما تنفيذ عمل عدائي. المزيد من التفاصيل مع مروان الأدون. كشف الجيش اللبناني خلاصة التحقيقات التي أجراها على المسيرتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا الضاحية الجنوبية منذ حوالي شهر، والتي انطلقت من عرض البحر قبالة الشواطئ اللبنانية وصولا إلى منطقة جناح ومن ثم شارع معوض حيث الهدف. وزير الدفاع الياس بوصعب الذي طلب عرض الطائرة المسيرة التي سقطت وتسلمها الجيش من حزب الله أكد أن ما حصل هو أخطر الاعتداءات والخروقات منذ 1701 حتى الساعة، كون إسرائيل غيرت قواعد الاشتباك وأصبحت مسيراتها للتفجير والتخريب لا للتصوير فقط. أخطر عمل عدائي، لأنه مثل ما كلنا بنعرف واضح أنه اعتمد الإسرائيلي تغيير قواعد الاشتباك مع لبنان. لأول مرة منشوف طائرات مسيرة محملة متفجرات بتقطع فوق المطار، بتعرض الملاحة الجوية للطيران المدني للخطر وبتنفجر بشوارع مدينة بيروت بضاحية بيروت. وزير الدفاع وردا على سؤال لصوت لبنان أقر بأن الجيش يسير طائرات دون طيار فوق المعابر الغير الشرعية لكشف حجم التهريب وعدد المعابر. لقلك الجيش عنده طائرات بسيرها فوق المعابر غير شرعية، وإذا عنده أنواع جديدة غير هيدي طبعا مش موقع لأحكي عنها هلأ، ولكن نعم الجيش عنده طائرات مسيرة
مثل هيدي أو أكبر من هيدي بيستعملها في مناطق فوق المعابر الغير شرعية. أبو صهب نفى أي رابط بين الخروقات الإسرائيلية ووصول عامر الفخوري إلى لبنان، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني لن يتهاون أبدا مع أي عميل. اسمه مدرج على 303 مثله مثل كثير من العملاء اللي كان عندهم اتصال مع العدو الإسرائيلي، بالتالي ما في نظرية مؤامرة أنه هيدا ليش نقام اسمه عن 303. حسب السجلات اللي كانت موجودة وبتقلي بوقتها ما كان عندنا معلومات كافية، نعم يمكن ما في مكننة كافية، ولكن هذا اللي توفر للجيش اللبناني ومخابراته من بعد ما صدر الحكم مر عليه مرور الزمن. طبعا في عملاء بدرجات مثل ما منقول، في ناس تواصلوا، في ناس خدموا حراسي على السجن، إنما ولا يوم من الأيام لا نحن بالسياسي ولا الجيش اللبناني راح بيكون متهاون مع أي عميل. وزير الدفاع أكد أن الجيش يملك القرار الدائم بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية دون انتظار القرار السياسي أو قرار مجلس الوزراء. من وزارة الدفاع مروان الدوم، صوت لبنان. وافق حاكم مصرف لبنان رياض سلامي على التصفية الذاتية لجمال تراست بنك، مشددا على أن الموجودات كافية لتسديد كامل الودائع والالتزامات. وكرر سلامي التأكيد أنه سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها، كما والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف. في هذا الوقت تتجه الأنظار إلى باريس، حيث سيجري رئيس الحكومة سعد الحريري غدا محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتناول سبل دعم السادر. بالتوازي أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أهمية تحقيق التضامن الوطني للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، معتبرا أن على الجميع تحمل المسؤولية والالتزام بمرحلة التقشف التي تدخل فيها البلاد. ولفت عون إلى خطورة حملات التخويف والترويج للإفلاس وانهيار العملة التي يقوم بها بعض الإعلام والأطراف، مشددا على حتمية النجاح في الخروج من الأزمة الراهنة. كلام الرئيس عون جاء خلال استقبال وفدا من حزب التشناق برئاسة أمينه العام النائب أجوب بكر دونيا. وفيما تبحث الحكومة مشروع موازنة 2020 بتفاصيله وتسعى إلى تحديد مكامن الهدر، برزت اقتراحات بشأن المؤسسات العامة. رنا ريشة. في عنا مجموعة كبيرة من المؤسسات العامة، 94 مؤسسة عامة ومرفق عام، كل هذا نموذج عن هذه المؤسسات اليوم. بالتأكيد في عدد كتير كبير منا لم نعد بحاجة له، في عدد يمكن دمجه مع إدارات تانية. هذا الموقف أطلقه البارحة وزير المال علي حسن خليل في مؤتمره الصحفي، مشيرا إلى مكامن الهدر ومطالبا بالعودة إلى دولة القانون وعدم المس بالمال العام. والسؤال اليوم، ما هي المؤسسات العامة التي يمكن الاستغناء عنها أو دمجها؟ الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين اعتبر أن قبل التحدث عن إلغاء بعض المؤسسات العامة يجب العمل على إعادة هيكلة القطاع العام. خلينا نبلش أول شيء بدمج الوزارات. نحن اليوم مثلا فينا ندمج الثقافة والسياحة، فينا ندمج الصناعة والاقتصاد والتجارة، فأول شيء خلينا نبلش بدمج الوزارات. بس المؤسسات العامة، هاي المؤسسات العامة اللي عددها هو 84 مؤسسة عامة، منهم 50 مؤسسة عامة و34 مؤسسة عامة تدير تشريعات حكومية. طبعا في منها فاشل، في منها ممتاز، وفي منها بده تفعيل. في منهم ممكن ندمجهم بالوزارات الأساسية، لأنه اليوم كل مؤسسة عامة هي سلطة الإشراف عليها إما رئاسة مجلس وزراء أو أحد الوزارات. مثلا مصلحة المدينة الرياضية فينا نضدها وتكون جزء من وزارة الشباب والرياضة. مثلا فينا نلغي المؤسسة العامة للزراعات البديلة، فينا مثلا المؤسسة العامة لتنظيم الدورات الرياضية الكبرى. هودي مؤسسات يعني خلص ما عاد يعملوا شيء. فينا مثلا وجيرو يكون جزء من وزارة الاتصالات مش مؤسسة عامة. مجلس الجنوب، صندوق المركزي للمهاجرين، هودي خلص دورهم. بالمقابل هناك مؤسسات عامة يجب تفعيل دورها بحسب شمس الدين. المشروع الأخضر ودوره بإعادة لبنان أخضر مثل ما بدنا. في عندنا المؤسسة الوطنية للاستخدام، لأنه اليوم أكبر مشكلة هي البطالة. هاي المؤسسة لازم يتفعل دورها وتكون عندها الإمكانيات لمكافحة البطالة. أن مصلحة السكك والنقل المشترك اللي بيتمسخر اللبناني دائما بيقول وين في عندنا سكة حديد، بس هاي المؤسسة كتير مهم يتفعل دورها ليكون عندنا نقل مشترك بلبنان ونقدر نحد من التلوث ومن زحمة السير. إلغاء بعض الوزارات سيكون له تأثير كبير في وقف إنفاق المال العام، ولكن عملية الإلغاء لبعض الوزارات ستواجه محاذير سياسية وطائفية.
الطائفية، خاصة في دولة اعتادت على المحاصصة الطائفية التي منعت بدورها الإصلاح الإداري بحسب شمس الدين. لذلك من المفضل العمل على إعادة هيكلة الإدارات العامة وإعادة تنظيم الصلاحيات في الوزارات. رنا ريشا عيد، صوت لبنان. في خطوة تهدف إلى الحد من تفاقم ظاهرة جشع الصيارفة واستغلالهم لأزمة السيولة بالعملات الصعبة التي يعانيها القطاع المصرفي، وقف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أحد الصرافين في البقاع لإقدامه على التداول بالعملة الأجنبية بغير السعر الرسمي. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل لفت إلى أنه في هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة وعلى أبواب مناقشة الموازنة لا يجوز أن يبقى الاتحاد العمالي العام من دون رئيس، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات لهذا المركز المهم في أسرع وقت ممكن. رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط تخوف عبر تويتر من أن حريقاً كبيراً سيشوب في الخليج نتيجة الحرب في اليمن التي لابد من تسويتها سلمياً ونتيجة المواجهة الأمريكية الإيرانية التي سيدفع العرب ثمنها، وأضاف لذا فأن أي خلل في معالجة الموازنة في لبنان والخروج عن توصية دوكان الواضحة قد يحرق الوضع، خاصة أننا نسمع بأن سفن كهربائية جديدة آتية. ختم جنبلاط تغريدته. أنطوان غانم واستشهاده بعد الفاصل. في منشات المساء اليوم الخميس: ما الذي تغير بعد الاعتداء على مصانع أرامكو للطاقة؟ وهل ستنجح واشنطن في نقل الملف إلى أروقة مجلس الأمن الدولي؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة؟ وهل ستصل إلى الفصل السابع؟ وهل من مواجهة مع إيران؟ ومن سيقودها؟ العسكريون أم الدبلوماسيون؟ الجواب مع سفير لبنان السابق في واشنطن عبدالله أبو حبيب. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة أخبار الخامسة والربع. إعداد وتقديم جورج شاهين. مشاكل القطاع الزراعي تتفاقم والمزارع اللبناني بين الصدمة والمواجهة، فماذا عن الزراعات البديلة والأسواق الجديدة ومشاكل التصدير؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف رالف دبيني ورئيس المندوبين في النقابات الزراعية موسى فريجي ومعنيين، الجمعة بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. مسؤولو الوسائل الإعلامية اعترضوا على طلب رئيس الجامعة اللبنانية شطب كل ما يسيء إليه مطالبين بعزله. المزيد من التفاصيل مع مجدولين عيد. عملا بحق الرد وبالقوة المسندة إلى السلطة الرابعة بمنع التطاول على الإعلام وعلى الحريات، أعلنت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والمواقع الإلكترونية رفض الإنذارات المتعلقة بطلب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب بشطب مواد وتحقيقات تتناوله، معتبرين أن الأمر سابقا لم تتكرر في تاريخ الصحافة اللبنانية. المجتمعون وفي بيانهم الذي تلاه رئيس تحرير صحيفة النهار غسان الحجار دعوا المرجعيات السياسية لاتخاذ قرار جريء بعزل أيوب. طلب أقل ما يقال فيه أنه ضرب من التطاول على الإعلام وحريته. إننا ندعو في المقام الأول المرجعيات السياسية والحكومة إلى اتخاذ قرار جريء بعزل الدكتور أيوب بعد كل التهم التي طالته والشوائب التي تعتري مسيرته الجامعية والافتراء الذي يقوم به على الإعلام وعلى مؤسسات بحثية وعلى أساتذة يشهد لهم بالكفاءة. إن استمرار دكتور أيوب رئيسا للجامعة بات يهدد مصيرها وسمعتها ووحدتها. أما قانونيا فنؤكد أن المرجع الوحيد للمؤسسات الإعلامية هو محكمة المطبوعات وليس القضاء العاجل. المجتمعون الذين تداعوا لعقد الاجتماع في مبنى صحيفة النهار بحضور نقيب الصحافة عون الكعكي ونقيب المحررين جوزيف الصيفي وشخصيات أكاديمية ومعنيين شكلوا لجنة متابعة ضمت كلا من غسان الحجار، بيير الظاهر،
أسعد مارون، فيليب أبي زيد وجيلبر رزق لمتابعة التحركات والخطوات، على أن تعقد اجتماعها الأول زهر يوم الثلاثاء المقبل بالتوازي مع العمل الذي يقوم به الفريق القانوني للمؤسسات الإعلامية. من مبنى جريدة النهار، مجدلين عيد، صوت لبنان. شدد المحامي نعوم فرح عبر صوت لبنان على دور القضاء في حماية الحريات العامة وحرية التعبير من جنوح البعض إلى قنصها والاقتصاص من وسائل الإعلام، في إشارة إلى رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب. صدمت أنا حقيقة من ناحية الفكرية، ما استوعبت أنه كيف رئيس الجامعة اللبنانية بيتقدم هيك طلب، يعني كيف إجتوا هالفكرة بيتقدم هيك شكوى طلب من 20 وسيلة إعلامية أنه محولي بصورة نهائية كل شيء بيتعلق فيه كرئيس جامعة بالجامعة اللبنانية، ومنع نشر لأي مقال عنه بالمستقبل. يعني بس بتأمل يعني أنه حدا ينصحه لرئيس الجامعة اللبنانية يسحب هالدعوة، لأنه حقيقة يعني إذا هو بده يختفي ويمشي تحت الرادار هيك دعوة رح تزيد انكشافه. نقابة المحررين طالبت رئيس الجامعة اللبنانية بالمبادرة إلى إسقاط كل الدعاوى التي أقامها ضد الصحف ووسائل الإعلام والصحفيين، مؤكدة أن المكاسرة القائمة بين رئيس الجامعة وقطاع الصحافة والإعلام لا يخدم قضية الجامعة الوطنية ولا المصلحة العامة. رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط علق على إقفال تلفزيون مستقبل وكتب عبر تويتر قائلا: في خضم الأحداث والأزمات ذهب صوت حر، صوت متنوع، صوت معتدل، صوت أسسه رفيق الحريري، رمز الانفتاح والبناء والحوار، ذهب صوت المستقبل، لكن مهما تكبروا وهددوا واستكبروا لن نخاف ولن نفقد الأمل. في ذكرى استشهاد أنطوان غانم، غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كاتبا: كرامة، عنفوان ووفاء جسدها أنطوان غانم. كم تحتاج الحياة السياسية في لبنان إلى أمثالك من الرجال، حزبك يفتقدك كثيرا اليوم. غانم بسطور في هذا التقرير. ترازي الخولي: نقسم أمامكم بالله العظيم أن لا تذهب دماؤهم هدراً، وهم شرف عزتنا وعنفواننا، يا من سطروا بدمائهم الزكية صفحات مشرقة ومجيدة في تاريخ لبنان الحديث. هل عشتم جميعاً، عشتم يا ثوار الأرض ليحيى لبنان. هكذا أقسم النائب أنطوان غانم يمينه قبل الاستشهاد، وهكذا وعد الرفاق في ثورة الأرز ووفى. نسج أنطوان غانم خيوط التواصل مع الأفرقاء كافة واعتلى منابر حزب الكتائب من أجل بناء دولة حرة مستقلة. أنطوان غانم النائب الكتائبي الذي رحل من دون أن يودع الرفاق قيل فيه الكثير، حتى أن الأعداء كانوا يرون في غانم صمام أمان، فهو المحامي البارع بالدفاع عن الحقوق وهو النائب وهو الأب. في ذكرى استشهادك، ماذا تقول ابنة النائب غانم رانيا عبر صوت لبنان؟ الذكرى الأليمة، بدي وجه تحية لروح والدي أنطوان غانم ورفاقه توني داو ونهاد غريب، وبدي وجه كمان تحية لروح عين الحياة دندج، سامية بارودي وشال شيخاني، وبدي قلن أنه نحنا مش بس اليوم نتذكرون، نحنا كل يوم نتذكرون، والقضية اللي استشهد من أجل والدي أنطوان وكل الشهداء هي قضية سامية، هي حرية وسيادة واستقلال لبنان. هالقضية يلي هي أمانة برقبتنا، ونحن أكيد رح نضل متمسكين فيها إلى أبد الأبدين. آمين. النائب أنطوان غانم، ماذا كان ليقول اليوم لو شاهد التسويات والصفقات؟ أتوجه بصدق وأخلاص من خلال كافة قيادات الوطنية وأطياف المخلصة ولأية فئة من تمو للتضامن فيما بينهم من أجل بلسمة الجراح والعودة إلى لغة الحوار الجامع البعيد عن التفرقة والخروج من لعبة الشارع، متجاوزين كل المطالب التعجيزية التي تعيق قيام الدولة
ومؤسساتها الدستورية والوطنية. 12 سنة على غياب النائب أنطوان غانم، 12 سنة على غياب خيرة الأوادم. كنت الضحية على مذبح الحرية، فتحية وفاء لروحك. ترازي الخوري، صوت لبنان. موظفو تاتش وألفا اعتصموا أمام وزارة الاتصالات. كل التفاصيل مع ترازي الخوري. موظفو تاتش وألفا اعتصموا وتظاهروا أمام وزارة الاتصالات طلباً للحقوق ولعقود العمل ولتنفيذ البنود. الموظفون طالبوا الوزير بمقابلتهم في الشارع ورفعوا الصوت. نقيب الموظفين شرب النوار عدد سلسلة مطالب. إن اعتصامنا هذا اليوم هو بداية مشوارنا في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات وراء نداء النقابة. أكيد في عنا خطوات تانيين وبدنا هيكم تكونوا هالقد وأكثر كمان. إن الاعتصام هو حق شرعي يكفله ويحميه الدستور والقوانين المرعية الإجراء. إن النقابة يدها ممدودة للتعاون ومنفتحة على جميع الحلول الممكنة لما فيه خير مصلحة الموظفين وقطاع الاتصالات. وبعد أن سلموا المذكرة للوزير عادوا أدراجهم واعدين بخطوات تصعيدية. من أمام وزارة الاتصالات، تراز الخوري، صوت لبنان. هو ما هو موقف العراق من التحالف الدولي بعد الفاصل؟ هالصيفي مبسوطين قصموا السعر 50-50 من 132 وصلوا لل 66. لحظة شو عاملين لك حفلة زجل؟ عيطولي لشاب الدعايات. مع كيبل فيجن وفر 50% هلأ. ايه 50% وبدل ال 132 دولار ادفع 66 دولار بس، واستفيد من تركيب فري ريسيفر واشتراك شهري بأو اس ان بين وكل شي في محطات. لتعرف اكتر اتصل هلأ على 01-594-533 او زورنا على cablevision.com.lb. العرض محدود. لأنه دايماً في أمل ودايماً في حل. 2030 منصة للتغيير. 2030 الخميس 9:30 المساء مع ألبير كوستانيان عبر الـ LBCI و LDC وينقل مباشرة عبر إذاعة صوت لبنان. أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة CBS نيوز الأمريكية أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وافق على الهجوم على منشأتي النفط لأرامكو السبت الماضي، شرط أن يتم تنفيذه بشكل يبعد الشبهات في أي تورط إيراني. وقال المسؤولون الأمريكيون في التقرير إن الأدلة الدامغة ضد إيران هي صور التقطت بقمر اصطناعي ولم يتم نشرها بعد، تظهر قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تقوم بترتيبات للهجوم في قاعدة الأهواز الجوية. إلى ذلك دعت السعودية الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيق في هجوم أرامكو، وأكدت في رسالة إلى مجلس الأمن أنها سترد على الهجوم وفقا للقانون الدولي. في ظل التوتر المتصاعد مع إيران المتهمة من قبل واشنطن بمهاجمة منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو، انضمت الإمارات والسعودية لقوة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في منطقة الخليج. لكن العراق أعلن أنه لن ينضم إلى التحالف البحري لتأمين مياه الخليج ورفض أي مشاركة إسرائيلية فيه. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي انتقل من السعودية إلى أبوظبي أكد الاستمرار في فرض العقوبات على إيران لوقف دعمها حزب الله. وأضاف بومبيو أنه أصبح بمقدوره إطلاع الرئيس الأمريكي على معلومات مهمة حول هجوم أرامكو، ورحب بإعلان السعودية والإمارات المشاركة في التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية. وتعقيبا على قول وزير الخارجية الأمريكي إن الهجوم على السعودية كان عملا من أعمال الحرب، غرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف محذرا من نشوب حرب. كذلك اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن إيران قوية إلى درجة يتم اتهامها زورا بأنها المسؤولة عن أي حادث، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس. ختام النشرة مع الأحوال الجوية.
الجو قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال، أما على السواحل فتصل الحرارة إلى 30 درجة. كان في هذه النشرة جمال تراست بانك إلى تصفية ذاتية، وأمريكا تحجب التأشيرة عن جبك، وبومبيو يؤكد استمرار العقوبات على إيران لوقف دعمها لحزب الله. أبو صعب عن نتائج التحقيقات في مسيرة الضاحية. أخطر عمل عدائي واضح أنه اعتمد الإسرائيلي تغيير قواعد الاشتباك مع لبنان. ممثلو الوسائل الإعلامية يؤكدون أن مطالبة رئيس الجامعة بشطب كل ما يتناوله تطاول على الإعلام وحريته. طلب أقل ما يقال فيه أنه ضرب من التطاول على الإعلام وحريته. السعودية تدعو الأمم المتحدة للمشاركة بالتحقيق في هجوم أرامكو. النشرة انتهت، تتابعون بعد قليل معشة المساء، وضيف الحلقة سفير لبنان السابق في واشنطن عبدالله أبو حبيب.